تضيف المملكة العربية السعودية إذن مشاهدينا وسط ظروف استثنائية قمة مجموعة العشرين. ففي الوقت الذي يعاني العالم أثار أزمة كورونا على كل الصعود، ستحاول المجموعة طرح التحديات الاقتصادية والطبية والاجتماعية الناتجة عن هذه الجائحة. عام استثنائي مر به العالم على كل الأصعدة، حملت فيه السعودية مهمة استثنائية برئاستها لمجموعة العشرين، وعلى عاتقها اكتشاف لقاح اقتصادي لما أصاب الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا. ففي 26 من مارس الماضي عقدت القمة الاستثنائية لوضع حلول عاجلة لمعالجة الآثار الناجمة عن تأثير الاقتصاد بكورونا. يجب أن ناخذ على عاتقنا جميعاً مسؤولية تجديد التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير، سعياً للتوصل إلى لقاح الفيروس كورونا وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة. بعد دراسات من باحثين واقتصاديين عالمياً حول الخسائر التي نتجت من هذا الوباء والذي كلف الاقتصاد العالمي نحو 3.8 تريليون دولار، وأن أكثر من 140 مليون شخص فقدوا وظائفهم حول العالم، بالإضافة إلى خفض الرواتب بواقع 2.1 تريليون دولار، وبعد خفض مستوى الاستهلاك العالمي بنسبة 4.2%، أي ما يعادل 3.8 تريليون دولار. بعد إعلان مسؤولين في صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي هذا العام وصل إلى مستوى غير مسبوق تاريخياً يساوي أكثر من 101% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي أكثر مما بلغ بعد الحرب العالمية الثانية. تعد رئاسة مجموعة العشرين فرصة للسعودية لإظهار قدرتها على قيادة أجندة عالمية طموحة وتقديم سياسات وإصلاحات اقتصادية واجتماعية فاعلة ومستدامة للتعامل مع التحديات العالمية. نزار العلي، MBC.